Le 25 juillet 1990, le président Chadli nomme au poste de ministre de la Défense le général Khaled Nezar. C'est l'homme qui a sauvé son pouvoir en octobre 88. Depuis la légalisation du fils, l'armée ne cesse d'exprimer son inquiétude. Nous avions quelque chose qui était là en face de nous, c'était le fils, les dépassements, c'était... Bon, il s'exprimait à travers le dépassement, à travers la violence, à travers ce qui nous... Bien sûr, ce qui nous horrifiait, mais qui ne nous permettait pas de prendre ou d'avancer quoi que ce soit. Si c'était de dire, attention, où est-ce que vous mettez les pieds? Ça, on l'a dit. On n'a pas répondu. On n'a pas pris ça en considération. On ne peut rien. Fin 1990, Khaled Nezar remet un rapport confidentiel au président Chadli. Face au danger islamiste, il recommande d'interdire le fils pour sauver la transition démocratique. Ce rapport finira dans un tiroir. Mouloud Amrouche pense toujours que le mouvement islamiste ne menace pas la démocratie. رأيت أنهم شرعوا الجبهة الإسلامية للإنقاذ. قلت لماذا؟ بصراحة للتحكم بهم في شكل أكبر. إن إنشاء هذه الجبهة هو غير دستوري. لقد قاموا بذلك عمدا. بدأ برنامج الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالظهور. رأينا اللافتات تتغير. كان يجب أن يكتب على اللافتات كلها باللغة العربية. وكانت الشعارات على اللافتات تقول دولة إسلامية. هذا يعني تطبيق الشريعة، تخويف الناس، الدعوة إلى الجهاد، الخروج إلى التظاهرات كل جمعة وارتداء ملابس كالأفغانيين، الزي الأفغاني. إنهم أشخاص عادوا من أفغانستان، شكلوا صفوفهم في بيشاور بالتعاون مع المخابرات الباكستانية والأمريكية وبن لادن. كانوا يحدثوننا عن بن لادن، لكنهم كانوا يتحدثون عنه أيضا سنة 1992 عندما كان في الخرطوم، وكان الممول الأكبر للإسلاميين. كان يرسل الشعارات كما كان يكتب الشعارات بنفسه للجبهة الإسلامية للإنقاذ. قلت لآية أحمد، لو لم نوقف هذه العملية لكانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ أعلنت الجزائر دولة إسلامية. فقال لي لا، لماذا؟ هناك دستور. فقلت له الدستور، لكن هذه هي المشكلة على وجه التحديد، وهي أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا تبالي بالدستور. جعلنا الإرهاب نخسر 30 عاما من تطورنا، إلا أنه حصن الشعب، فالشعب لن ينساق بعد الآن وراء هؤلاء الرعاة السيئين. Si l'on revient au discours d'Abbassi Madani avant son arrestation, qu'est-ce qu'il disait? Il disait c'est soit les élections, soit la guerre sainte, le djihad. Alors on a commencé à se préparer. Mais pas d'une manière organisée. Par petits groupes. Et cela avec la certitude de servir le fils. On était tous convaincus qu'à un moment ou à un autre, le fils allait appeler à la guerre contre l'État. Omar Chiri est déjà dans la clandestinité. Depuis juillet 91, il est recherché pour l'assassinat d'un policier. Dans quelques semaines, il sera l'un des 8 fondateurs du GIA, le groupe islamique armé. إن جيشنا شعب ليس بجيش الارتزاق وإنما هو جيش الجهاد في سبيل الله. قول يعني دور سيادة الجنرال، أنت تعرف خير من الشعب. دوك الشعب قال لك أنا يحكمني الفيس. أنت كجيش تخضع للقرار تاع الشعب. صح. الشعب هذا قال انا يحكمني الفيس، ان شاء الله يدخبطني في حيط، ان شاء الله يديني للواد. بعد 4 سنين 5 سنين كي نشوف انا كشعب انه هذا الفيس ما يسهلش انه يحكمني، انا في انتخابات اخرى انا عاود نخرجه. انتم يعني هل هذا الكلام نقصد، هل هذا الكلام كان يدور بيناتكم يعني؟ شوف، لو كان حزب اسمع، احنا رانا عشنا ظروف نتاع من 90 حتى ال 92 وحنا عايشين مشاكل الفيس. اسمع، كان مشكل
ماهوش يعني قال حزب من الاحزاب سمعتي اللي راهو سمعتي نحترم كل احزاب واحترمنا حزب الفيس احترمنا بما ان رسمات الجمهوريه كحزب احترمنا ولكن خرج من نطاق القوانين زي تمشي بها الجمهوريه بما ان سمعتي يستعمل كل الاشياء كل الاشياء بما فيها من العنف بما فيها من سمعتي كل الاشياء باش يوصل بطريقه او باخرى لازم يوصل سمعتي هذا ما تكلمش باسم الشعب اسمح لي موش باسم الشعب كي يروح يهز الله زير ويكتب الله سمعتي في السماء سمعتي وكل شيء وش معناتها هذه في القبة هنا في القبة عندي الفيديو هذيك الوقت كانت عندي الفيديو التريبي تاع الله زير فوق لا فوق لا فوق الموسكي تاع القبة وين كان عباسي ماذا يتلف ولتحت واحد من لحي مسكين يبكي Madani commence à parler. Si vous croyez vraiment en Dieu, les richesses du pays seront pour vous. Soudain, il est interrompu. Une foule hystérique a levé les yeux au ciel, elle croit au miracle. Dans les nuages, il est écrit Allah, Dieu. Folie collective, les barbus pleurent, s'évanouissent. Un signe déjà vu, une semaine avant, la scène avait été photographiée. Les photocopies des photos se sont vendues 5 dinars, 4 francs. De quoi alimenter les caisses du fils. شكون اللي مسؤول شكون اللي مسؤول هذاك اللي مسكين خدعوه بالوسمه ولا مسؤول اللي طيش له الله زي في السماء ولا لا خلطوا الناس كل سمعتي لان الفائده تاعهم هو يوصل للحكم يعني قراركم يا وكان يقولها سمعتي كما كان يقول بالبندوق او بالصندوق سمعتي وكل شيء ويمشي في الشارع سمعتي وكل شيء هذه كلها ونزيد وما دام يخالف الكتاب والسنه علاه نخليه 4 سنين نحيوه في العام الاول نحيوه في الاسبوع الاول نحيوه في الشهر الاولاني هذا هو الحكم الشرعي بس كونوا واضحين يا اخوان احنا مانيش ديمقراطيين انا كفرت بالطريقه الديمقراطيه هذه نعم كنت تريد ان تتحدث عن عنف الذي استعمل قبل توقيف المسار الانتخابي حتى ننتقل الى المحور الاخر المهم لان الوقت يداهمنا الان صحيح دابور بالنسبه للعنف احنا عشنا في العنف ابتداء من الانتخابات البلديه واحنا ما خرجناش بالعنف بدات العنف سمعتي الناس كلها شافيه سمعتي لي موسكي ولا سمعتي تاع ماهيش مصلات باش الناس تروح تصلي وتعبد ربي وكل شيء ولات فيها سمعتي كانت حلقات سياسيه وكانت فيها لقاءات واجتماعات سمعتي وكل شيء وكانت فيها حتى سمعتي حتى كي داو البلديات كيما يقولوا بالعربيه لو بلان اورساك في مستوى البلديات داوهم كلهم كل المساجد انا رحت المسجد تاع البيان كل الامكانيات معموله في للشعب لما تكون فيضانات ولا تكون سمعتي داوها كلها للمسجد وتبرعوا بها باش يربحوا الناس ينتخبوا عليهم هذه من جهه ولاو هذه كي داو البلديات ومن بعد واش ولا سمعت كل واحد يدير في سمعتي بلدية إسلامية واحد يقول سمعتي يعني ولات تروح من ما بقاش دولة وانطلقت أعمال سمعتي تاع أعمال اللي سمعتي تاع عنف صحيح عنف السلام عليكم. وعليكم السلام. شرطة شوفي سيدي مليحة والله العظيم شوفي كاينة بومبات لا يغطون والله غير حتى ربك لا يغطون قاعدين وين لا يغطون؟ لا يغطون فرنسا وين كاين شعب؟ وين كاين شعب؟ شوفي يخرجوهم دوك لازم يعطيهم الحقيقة. Il est déjà trop tard. C'est la fin des vacances d'été. Il y a foule dans le hall de l'aérogare. Pour la première fois, des civils sont pris pour cible. Je vais vous montrer.
œil pour œil. Ces gens-là, il faut les tuer. Ce sont des innocents qui sont morts. Une femme enceinte, avec une fillette de 6 ans. Arrêtés très rapidement, les auteurs de l'attentat seront jugés, condamnés à mort, exécutés. C'est Hossein Abderrahim, ancien directeur de cabinet d'Abbassi Madani, qui a coordonné l'opération. Depuis janvier 1992, il essaie en vain de fédérer les groupes terroristes sous la bannière du fils. Les Afghans en tenue d'Afghans en train de défiler en commando. سمعتوا كل شيء ظهر الافغان او ظهر اللباس الافغاني في 1990 نعم قبل في افريل 1990 لازم الاضراب en cas d'élection présidentielle anticipée Abbassi Madani est sûr de gagner pour faire pression le fils investit la capitale Mouloud Amrouche autorise l'occupation de plusieurs places publiques Pendant 8 jours, le chef du gouvernement donne l'ordre aux forces de sécurité. Je ne sais pas que l'affaire Bdad Flinotmaye, l'affaire Bouyali, وخاصة اللي بداوا سمعتي العنف وهما وخاصة اللي بداوا قبل وهما جماعة اللي جاوا من افغانستان اللي كانوا في افغانستان فواش لاحظنا؟ لاحظنا الابتزازات سادير الفيولاسيون لا با لي فيولاسيون لي بروفوكاسيون سو توت لور فورم بروفوكاسيون سو توت لور فورم Les violences, on les a vues. L'intolérance. Abel Latasama. Bakan, smati, la yajouz, la smati, smati, dir hadik, ma dir shadik, smati, ou kouchi. Ana koutarouh al-jama. Koutoussali, Sayyid Nazar. Oui, koutarouh al-jama. يجي وسمعتي هاي واحد يقول لك لا وسمعتي مسلي رجلك وانا مسلك رجلي باش نكونوا خاوه سمعتي وكل شيء ومن بعد ثم قبل ما يكمل الصلاة يخرجوا سمعتني يجيوا بين السطور ويبداوا بالشكاير نتاعهم باش يلموا الفلوس سمعتني يبدلوا الإمام يجيبوا إمام نتاعهم يولي يدير خطبة سياسية يعني ما بقاش ومن بعد وصلت واحد الوقت وليت ما نروحش حتى الجامع سمعت كل شيء صلي في داري لأن حتى الجامع الواحد ما منعش حتى في الجامع الواحد ما منعش النداءات للجهاد للجهاد وصلنا للجهاد تسمعوا ريغاردي شوفوا لي كاسات نتاع هذيك الوقت واحد واش يقول يا ولو كان سمعت يا ما على بالهمش ولو كان ها والله نذبحوا قدام مرته هكا طول والاستاذ نقول لكم يوم الشرير انا نحيناه المرشرير خلاص ما كاش النور خلاص مرشرير نحيناه غير يدير واحد باللي راه باغي نحو بالعومه نتا هو واش راه يحوس ها دارك راه يقول باللي جماعه بويا اللي حطوا السلاح خلاص ايه هاو نقول لكم الا نحيت الجلابه هذه ولبست تريه ولا خلاف انتو الا لبست تريه ونحيت هذه الجلابه وهذه الشاشيه خلاف فهمتوا يا ولا غير ذبحتو قدام زوجه نتاعو في الفراش أنا قلت لكم أنا فشي أنا استهبرك يا والله ما يوخرش والله غير بالعلماء نتاع الطعام هذا في 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 يقول بهذا اللفظ نذبحوه قدام مرته وما يفيقش ما تقول علي بالحاج وش يقول لك؟ يديروا النظام كما يحبوا وخالد النزار يدير كلاش ولا ما نديرش كلاش؟ أنا دولة يا سي انتوما ما تعترفوش بالدولة انت ماكش دولة باش دير كلاش ما انت وبدا العنف العنف ابتدى من سابق قبل القمار
ابتدى في شاتو ولدن دوز اوفيسي كي اتاكي سمعتي شاتو ولدن بعد نرجعوا لمطبوبياف وبوبعاف يا سيتويت ما ننسوش تخرجوا تاني من القلاعه. التريبيلال تاع بليده سمعتي لافير تاع ورقله لافير تاع جوست مع مع ل... مع لاري دي بروسي جوست في هذوك الايامات لافير تاع لامارين لاميروتي لاميروتي لافير دي لاميروتي ويت ذبحوهم سمعتي في فلا 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 فيدات نتاعهم سو سون دي ميليتير اومام اللي داروها سمعتي يعني لافير قمار لافير قمار يعني بشعة يعني باش يروحوا نون سولمون يزاتاك لاكازير يديو 100 واش اسلحة سمعتي ويشلحوا 7 جثث يعني ما عندهاش نظير يعني سمعتي باش صح قتلت وسيدي والله دابور تقتلوا ممنوع لا تقتل هذا استجال دو سيرفيس ناسيونال سمعتي في لي غارد فرونتيير تروح تذبحوا باش تدي سلاح تروح تذبحوا وتزيد تشلحوا شلحين خلاص ما نعدت لها مش الشعب صح عندي لي كاسات جو لي زي كاسات يشوي زالي لابا ورحت تما في كما تعليمات الفيس تعليمات الفيس نتاع لما تسمى سمعتي بالعصية المدني سمعتي نهار الفوت كل الناس نتاع لي ريبريزونتون لي بارتي هربوا لأن سمعتي ils ont été comment dirais-je ils ont été menacés la plupart راحوا داروا واش حبوا داروا لو سيستم دو لانوريا تعرفوا السيستم تاع لانوريا حتى على بالنا سيستم دو لانوريا واش يدخل واحد ما يفوتيش يهز بنت الفوت تاع الفيس كي يخرج يمدوا الواحد اللي مداير لا كولون مداير لا كو كي يدخل واش يدير يفوتي ويرجع بنت معاه يعطيه الاخر وهي رايحه يزوبليش طول ما فوتي فيس احنا نشوفوا شوف احنا الشيء اللي وقع شوف درسنا الوضع اللي صار في مصر واللي صار في ماتي وشفنا مصر ممكن اللي يقرب لينا لان لا كور سوبريم ا ديسيدي دو ديسو دو لاسومبلي احنا لا با ديسيدي ديسو لا ديسيدي داريتي انا بروسيس الكتورال با ديموكراتيك الكتورال وقلنا في الوقت وين نسترجعوا الامن نرجعوا للانتخابات كاش ما خلاونا ماذا بيا نكمل لان الوقت لا لا الوقت عندنا وبصبر احنا انا لا انا لا, لا اريد ان اعبر عن وجهه نظر الفيس او اقاطعك اتركك اتركك نعطي فكره للناس اللي ما تبعوش وما ما عرفوش هالاشياء باش يعرفوا اعطيت فكره شامله الان اعطيت فكره واضحه على نظن ما زال لازم الناس تعرف لازم الناس تعرف واش عاشوا الناس في هذيك الوقت اليوم راه بيقول كنا في حرب صحيح نصمد او سبحان الله تقتل مسلم خوك سمعت تقول انا في حرب صحيح وش معناتها هذه معناتها كل شيء سيد رغم هذا ما زلنا ما كاين نقاط بعد نوصل ليه من ضل انا نظن بالنسبه للشيء اللي صار في والعنف اللي صار في الوقت ما عندوش نظير اليوم صار نفس الشيء في 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 مصر ما وصلوش لهالشيء ما راحوش للعنف ما طلعوش للجبل مانيش عارف وعلاه انت وعنا هادو اللي راحوا تكونوا في افغانستان لان نقول حاجه لازم نقولها باش الشعب يسمعها يا ري بتاتا 95% دي جون دي فيس كي اوروجوا لور ميزون راحوا دخلوا لديارهم ما داروا حتى شيء ولكن يا في 5% كي تي فيولون وكنا قلنا للفيس في وقتها قلنا لهم حبيتوا ديروا سياسه ننظفوا لكم الاحوال قال لك لا اتصلنا بهم وقلنا لهم بعث لهم انا جماعه كل حبيتوا نصفيوا لكم لان عارفين كيفاش تنظفوا عندهم ناس تاع عنف عندهم تكفير والهجره عندهم سمعتي كل المنظمات موجوده عندهم ولكن حتى هذوك المنظمات كانوا مخوفينهم دونك ما ينجموش يون سافي وين رايحين على بالنا باللي رايحين سمعتي مانيش عارف لو كان ممكن ما كانش ما شغلتش المكان تاع الرئيس وتاع شو كانوا في بعضها من بعد سيد وتولي على الجزائر سيد نزار
partout. Le nom à l'État intégriste. Et alors, cet échange illustre l'impossible débat politique. La démocratie en Algérie est piégée. Elle s'oriente vers un plébiscite en faveur du Coran avec la violence comme ultime argument. Le gouvernement donne pourtant l'ordre de ne pas importuner les militants du FIS. Je préfère croire en l'armée algérienne. Oui, je crois en l'armée algérienne. Je crois en Khaled Nazar. Pour éradiquer la violence et sauver la République par tous les moyens. L'armée, éventuellement ? Pourquoi pas ? Si le général Khaled Nazar est nommé à la tête de l'État, ils auront gain de cause. التصفية الجسدية كتصفية الجنرال فضيل سعيدي في 7 جوان 1996 والجنرال محمد بوتاغين في 24 من شهر نوفمبر عام 1995 ومحاولتان لتصفية اليمين زروال الأولى في ديسمبر عام 1996 والأخرى في يناير 1997. كما تعرض الجنرال طيب دراجي إلى محاولتين لاغتياله الأولى في آخر أسبوع من شهر أكتوبر من عام 1994 خلال زيارته لباريس والأخرى في 26 ماي عام 1999 في الجزائر العاصمة. كما نجا أيضا الجنرال خالد نزار من محاولة اغتيال يوم 13 فبراير عام 1993. هو اللي كان شرف العملية اللي كانت ضد تاع القنبلة اللي وقعت العيادة. محاولة اغتيال. ها؟ إيه. محاولة اغتيال. والله إيه. أنا سامح له. ربي لا يسمح له هذيك حاجة أخرى مانيش هو اللي يعرف واش يدير. بون. في هذه العملية هل تم يعني تعرضت لإصابة ولا لا؟ لا سيارة راحت سيارة بلندي ما وقع فيها والو هاو اللي كان خذا له السوف الكامل تاع بو علام ومن بعد نحكوا عليه بو علام التباحث حول جدوى استخدام البترول كوسيلة للتحقيق لتحقيق مكاسب سياسية في حرب اكتوبر 67 مباشرة قوات الدوائر تكاد تكون اصدرت اجنبها او 90% منها. وكنا محتاجين طيارات على وقت السرعه. الجزائر امدتنا باثنين لواء جزائري طيارات جزائري اللي احنا ضربنا بيها يوم 14 و15 يوليو 67 بعد الحرب بعد 67 ب34 يوم. وفي اللحظه دي كان فريق مذكور ابو العز كان هو قائد القوات الجويه انسحب القوات الاسرائيليه حتى خط العريش كان ما كانش عندنا القوات البريه التي تملا هذا الفراغ في سيناء. فدي دي دي يعني لها ذكرى كبيره جدا للجزائريين، الجزائريين كانوا لينا زمايل معانا في الكليه الجويه المصريه، كانوا زمايلنا واحنا نعرف ناس منهم كتير. كان اللواء خالد نزار اللي كان اصبح فيما بعد وزير الدفاع وقائد القوات. ايوه فهو راجل يعني كلهم كانوا زمايلنا واحنا خالد نزار هو اللي كان قائد اللواء اللي عطى طريحه للارمي الاسرائيليين طرقوا لهم 90 شهر. قاسي ناصر قول ياك باش انت تروح تسبهم عند المغاربه اللي صدموا علينا في 63 اللي حاربهم في 63 ولا كير دالجيري ومن بعد تندوف ومن بعد راح ل 67 تجي انت اليوم تقول اخت الباباك خالد نزار ما تحشمش تينا باونت وتروح تهضر عليه دون اون شان تاع ليزانمي تاعنا ويجي يقول احنا خوا بين الشعب عندناش بروبلام بصح الدوله تاعهم انمي اللي حاربوا الصهيون انت تروح عند حبابهم هكذايا المغاربه باش تقول خالد نزار والجيش الجزائري هما اللي قتلوا باباك وعلي بالحاجية يقول لك طاغيه مليح كي قتلوا هنا جزاهم من الدنيا هكذايا تقعد في لاشا نتاعهم نورمال ما تقدرش عليه كلمه انت سبحان الله يا انكرويابل كون في حل يا ورينا بلي في حل عيط المغاربيه كلهم يديروا لك ديبا مع علي بالحاج وقول له علاش راك تقول على بابا هكذايا
Ça va être un débat très très instructif pour les Algériens. Quand tu aimes vraiment l'Algérie avant tout, et tu veux te racheter, من هذا الخبط اللي راك دير فيه هكا ضد باباك الله يرحمه هكا اللي يقول كاين الجيش والناس مخلصين انت تروح تسب الجيش والناس المخلصين عند الاعداء تاع الجزائر هكا وتجي ومن بعد تقول انا نحب الجزائر لالجيري افون تو تمشي كونتر باباك شو تطلعني باباك اللي كان كونتر الجبهه الاسلاميه للانقاذ هذيك المجرمه هكا يا انت قاعد معه في طابله واحده سبحان الله كيفاش معميخو قاعد معاه اللي قتلوا باباك كنت متحقق بنفسي باللي لو كان شات المسائل يعني ما كانش هذا الأهبة اللي نات يعني فيها الجيش وكذلك ناس مخلصين ربما رايحين الهوي وكيف ترون دور الجيش في ظل الوضع الراهن؟ على كل حال أنا كان عندي موقف في 62 كنت ضد بعض الجماعة في الجيش لأن كان جيش آخر أما اليوم وهذا نجم يعني نأكده لجميع الجزائريين لكن الجزائر كان عندها حق في هذه الظروف صعبة وهي لكن يعني بعض المؤسسة بتاعها يعني فشلت وما قدرتش يعني تأخذ من الموقف عطى الله للجزائر شعب هي عطى الله جيش جيش بعيد من التدخلات الخارجية جيش فيه شباب واعي وهذه يعني شفتهم مرة ولا زوج ولكن جاوني ناس وداخلوا مع ضباط وكذا هذا الجيش اللي ارجع المياه الى مجاريها مع سيان الزار والضباط اللي الحمد لله الجزائر عند هذا الجيش اللي يجعل باللي في ظرف يعني خاص يعني يوقف وقفه لتشرف الجزائر وتبعدنا من المصائب اللي ربما كانت هذه الجزائر. وجيت بكل الشعب الجزائري وتقول لهم بابا قتلوا لي جينيرال والجيش الجزائري وانا ندير في لونكات. ما تحشمش. انا ما كان لا وليد بوضياف لا والو. انا ما كان ولد بوضياف لا تفلاح لالجيري لا بلان تفلاح لك باباك سي لو بير دو توت لالجيري الله يرحمه باباك باباك حب ولا تكره سي لوي كي ا شوازي هو الى شوازي يدخل لو بير دو تو لي زالجيريان ان نوم دو سيت فالور نو بو با ات لو بير دو سان بروجينيتور برك ديرها مليح في بالك هادي تسمى انا كي نشوفك انت قاعد مع المجرمين يقتلوا باباك هكدا واللي استشفاو في قتل باباك انا ما نعترفش بك يا خويا وتسبوا في الجزائر اطرافير لو موند باباك يقولها يقول لك انا واش نهار الناس اللي يروحوا يهضروا عند الاجانب على المشاكل تاع الجزائر بس يفحوا لي يا ابو رب فحل تاع الصح خرجت انت يا معزه كاع واش يقول باباك دير كونتر عليه تروح تهضر مع يشان انستالي في الانجليز عام 12 وما يحرضوا في الغاشي ويمشوا مع القطر ويمشوا مع الارهابيين تاع العالم كامل قاعدين في البلاطو تاعهم يسبوا في الجزائر وبلادك وزيد من بعد تروح عند المغاربه تسب بلادك والجزائر وتسب الجيش باسكو تسب الجيش تسب الجزائر ما تحكي لي حكايه لي انا باسكو الجيش هو اللي دار الجزائر ماشي الجزائر دارت الجيش سي لايلان كي في الجيري سي با لالجيري كي في لايلان وبيه لها وقفه ايا شيش نعرف كراج ديالها كل مغاربية وباش نوفي ديال الديبانا هكذا راك سمعتني لا بروشين فيديو ان شاء الله سمعوا الرد تاعك الا كان عندك الفحولية ترجع ليا هكذايا باسكو جو بونس ما عنديش الفحولية تاع باباك غادي نقولها لك هكذا قدامي على الغاشي ما نحشمش منك باسكو انت ما تحشمش ما تغيدني ما حتى حاجة باسكو باباك بابا انا كانا فهمت تمشي ضد باباك تمشي ضد عليك انا كانا تهلا في روحك مالا واسمعني مليح واش راني نقول لك هكذا شنو اللي كبرك في المغاربية بلي كبرش في المغاربية هكذايا دوك نفهمك مليح واش راك دير في المغاربيه وشكون هما المغاربيه المغاربيه كلشان تاع البيس تاع وليد عباسي المدني الموت كاع على بالو بها هكذايا علي بن الحاج جوز فيها كامل جوزو فيها هكذايا دوك نوريك علي بن الحاج المغاربيه حبيبك ها ولا كي تحكى عليك ها شوفوا مليح ها تبالي مليح نفطنك شوية نعطيك إلي تروشوك بالك شوية نفطن على روحك باسكو راك رقدت كاع في زروالك اسمع مليح فين نهضر معاك هكذا باسكو كي تروح انت تسب الجزائر وتجي تاع الجزائر برا لي فرونتيير ومع الإرهابيين كيما هادوما هكذايا أنا ما نستعرفش به كاع
وليد محمد بوضياف الله يرحمه ولا واش حبيت؟ شنو هو نال جزاؤه في الدنيا في القدافي كي هو هكذا يأتي الله من حيث لا يحتسب. هذا علي بالحاج يتشفى في باباك هكذا ويقول لك هذا كيما يستهل وهذا طاغية وبعد 17 ألف في الصحراء وانت قاعد معاهم في ماشين ديالهم وتقول باللي خالد نزار وما يقتله تينا باهم. أما كنت تقول بالك جاب لي ربي شويه روطاردي مونطال نتايا على حسابي يا باسكو كي سمعك تهدر نقول هذا جاب لي ربي مازال ما فاقش روحو كاع. علاش ما تقولش المغاربيه ديال اللي كان ديبا مع علي بالحاج على الهضره اللي هضرها هادي؟ ايه دير مع ديبا المغاربيه؟ حنا الجزائريين حبينا نعرفو يا سيدي. هكذا اللي حبيت تعرف الحقيقه نتاع باباك.